مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى النشرة العربية على التلفزيون الوطني لجمهورية الصومال. ومن أبرز العناوين: رئيس الوزراء يعين لجنتي الانتخابات وحل الخلافات، مقتل 15 عنصرا من ميليشيات الشباب في عملية عسكرية بإقليم باي، جمهورية الصومال وتركيا تبحثان تعزيز العلاقات الثنائية، المنتخب الوطني لكرة القدم يواجه نظيره العماني، منظمة التعاون الإسلامي تحتفي باليوم العالمي للاجئين. أما الآن مشاهدينا الكرام، فإلى تفاصيل النشرة، ومعكم عمر فرح. عين دولة رئيس الوزراء السيد محمد حسين روبلي في مرسوم له أعضاء لجنتي الانتخابات وحل الخلافات على مستوى البلاد في الانتخابات الفيدرالية المزمع انعقادها خلال الأشهر القادمة في البلاد. وستتولى هذه اللجان تنظيم عملية الانتخابات النيابية وإجرائها في موعدها المحدد، وتستعد البلاد لإجراء الانتخابات النيابية والرئاسية خلال الأشهر المقبلة. قتل 15 عنصرا من ميليشيات شباب المرتبطة بتنظيم القاعدة في عملية عسكرية للجيش الوطني بمنطقة الدنصورة التابعة لإقليم باي. وجاء تنفيذ العملية العسكرية بعد محاولة ميليشيات شباب المتطرفة شن هجوم على قاعدة الجيش في منطقة الدنصور، مما أسفر عن تصفية تلك الميليشيات والاستيلاء على المعدات العسكرية التي كانت بحوزتهم. وأكد ضباط في الجيش الوطني لوسائل إعلام الدولة مقتل 15 عنصرا من المتمردين الذين شنوا الهجوم فيما يجري تعقب فلولهم الذين فروا من الموقع. التقى وزير الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة الفيدرالية معالي محمد عبد الرزاق محمود نظيره التركي معالي مولود جاوش أوغلو، وبحث المسؤولان خلال اللقاء إمكانيات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية. كما ناقش الاجتماع سبل دعم التعاون متعدد القطاعات بين الصومال وتركيا بما يلبي تطلعات البلدين. وفي سياق آخر، شارك وزير الخارجية والتعاون الدولي معالي محمد عبد الرزاق محمود في اجتماع حول التعاون الاقتصادي التركي والإفريقي ضمن أجندة منتدى أنطاليا الدبلوماسي. وكما شارك معاليه في جلسة مغلقة حول الدفاع للاستفادة من الخبرة الفنية وصناعة الدفاع التركية. يواجه المنتخب الوطني لكرة القدم نظيره العماني اليوم الأحد، وذلك ضمن التصفيات التأهيلية لبطولة كأس العرب التي ستقام في استاديو جاسم بن حمد بالدوحة. وقال مدرب المنتخب الوطني: سنخوض المباراة بقدر من الحكمة، ونحن نعلم أن منتخب عمان جيد وحقق نتائج جيدة، لكننا نسعى في التأهيل في دور المجموعات ببطولة كأس العرب الفيفا قطر 2021. يذكر أن المباراة بين المنتخبين الصومالي والعماني ستنطلق اليوم في تمام 8 مساء بالتوقيت المحلي. أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين بمناسبة اليوم العالمي للاجئين الذي يصادف 20 يونيو من كل عام، أعرب عن تضامنه ودعمه للاجئين الذين يعيشون أوضاعا استثنائية أجبرتهم على ترك أوطانهم بسبب ظروف إنسانية واجتماعية صعبة ناجمة عن الحروب والصراعات والكوارث الطبيعية. وأشار الأمين العام للمنظمة إلى أن الاحتفال باليوم العالمي للاجئين يأتي بعد مرور أكثر من عام على تفشي جائحة كورونا المستجد وما خلفته من آثار اقتصادية واجتماعية سلبية ألقت بظلالها على العالم أجمع، بيد أن التداعيات القاتمة للجائحة فاقمت أكثر من الأوضاع الهشة للاجئين الذين اكتظت بهم المخيمات، مما يستدعي تكثيف الجهود ومواصلتها وتنسيقها بغية التخفيف من وطأة الآثار السلبية عليهم وتوفير اللقاحات الضرورية لهم دون تمييز وإقصاء. وأشاد العثيمين بمساهمة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في استضافة اللاجئين واستمرارها في الوفاء بالتزامها بتوفير الحماية لهم
باعتباره واجبا إسلاميا وإنسانيا تفريضه تعاليم الإسلام السمحة والقوانين الوطنية والدولية ذات صلة، داعيا المجتمع الدولي إلى تقديم المساعدات اللازمة للدول الأعضاء المستضيفة لهم وفقا لمبادئ الشراكة العادلة. إلى هنا مشاهدين الكرام تنتهي النشرة الإخبارية، وكان معكم في الهواء عمر فارح، أترككم في أمان الله حتى نلتقي مرة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله.